طب قول لي عبد الرحمن، انا عايز ابتدي معاك من اصعب لحظه بعد ما انتهى الدوري والكاس والسوبر المصري او سوبر المحترفين المصري، ولم نوفق وخدنا قرار رايحين نلعب السوبر افريقيا وجي مدير فني جديد. كلمني عن اللحظه دي، المعاناه دي اللي اتولد منها المكسب، كلمني عن اللحظات دي. لا طبعا زي ما حضرتك بتقول الموسم كان صعب جدا، ان احنا خسرنا في بدايته خالص كاس مصر، وبعد كده خسرنا الدوري والسوبر المصري، فكانش قدامنا حل تاني الصراحه غير ان احنا لازم نكسب، لان طبعا النادي الاهلي ما ينفعش يخرج بموسم صفري، بلس ان السوبر الافريقي دي اهم بطوله في الموسم، فلازم يعني اللي كان لازم نحضر، ومدرب لسه جاي ما بقالوش كتير، فلازم ياخد على الفرقه بسرعه ونعالج اخطاء. ف بس انا الحمد لله ان احنا قدرنا فعلا ان احنا نعالج اخطاء كتير جدا، وما خدناش وقت ان احنا نتاقلم على المدرب وان هو يتاقلم على الفرقه، فربنا كرم فعلا الحمد لله وقدرنا ناخد السوبر الافريقي. وزي ما حضرتك قلت برضو ماتش كاس الكؤوس كان قريب جدا، وكنا احنا اقرب كمان، يمكن بس اخطاء في الاخر خالص هي اللي كانت سبب. دي خبرات تكتسبوها، بس برضو ارجع واقول يمكن المدير الفني لما جه كان وقت ضيق، واحنا كلنا عارفين الكلام ده، هو ما كانش عنده عصا سحريه هيقول نكسب. هو اشتغل معاكم على ايه؟ يعني عايزين نعرف الكواليس دي، الحاجات الفنيه. اشتغل معاكم في الدفاع، يعني احنا لقينا الفريق دفاعاته مختلفه، المقابله مختلفه، الجبات اللي كانت موجوده في خط الظهر عندنا او على الدايره في الدفاع قلت، وبناء عليه اداء كنت كحراس مرمى بقى احسن. كلمني المدير الفني اشتغل على ايه الفتره دي؟ لا انا زي ما بقول لحضرتك، هو فعلا مستر داني قال، احنا بنقول مستر قال ان احنا اهم حاجه عشان نقدر نعالج اي حاجه ان احنا نبقى مقتنعين ان احنا عندنا اخطاء وان احنا نحاول نصلحها، كل ما بتقلل اخطائك كل ما تبقى احسن وممكن تكسب. فهو اشتغل على اخطائنا احنا، مش يعني الاول كان طلع الزمالك بره الحسابات خالص، ان احنا لازم نعالج اخطائنا احنا الاول وبعد كده نبدا نحضر ليهم. وفعلا كنا بنشتغل، قعدنا حتى سافرنا اسبوع، خمس ايام او اسبوع المغرب، عشان يعني نتأقلم مع بعض اكتر وان هو يبقى كويس يعرفنا اكتر. بس فعلا طلعنا الاسبوع ده في المغرب كنا بنعالج اخطائنا احنا بس، وقلنا لما نروح على فرقته بس بالظبط، وقلنا لما نروح النيجر بقى نبدا نحضر الزمالك، نتفرج عليهم، نشوف اخطائنا قدامهم هم بالذات كده بس. وفعلا ربنا كرمنا الحمد لله ان احنا في ماتش السوبر قللنا اخطائنا جدا، يمكن كان اول يعني فعلا لو انت عملنا حسابات ان احنا نشوف كل ماتش كان الفرقه ليها كام خطا مثلا ممكن يخسرك، فماتش السوبر كان اقل اخطاء فعلا. صحيح، برافو عليك، ربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا ناخد الماتش اللي هو الاهم، وجايين من بعيد وكنا متاخرين الشوط الاول وبعد كده الشوط الثاني، ده معنى كده ان احنا نقدر، ودي كانت الميزه. ويمكن برضه اجي لك